نزحت مئات العائلات من مدينة تل أبيض خوفاً من وحدات حماية الشعب الكردي التي سيطرت على البلدة بعد انسحاب تنظيم الدولة منها. فقامت تلك الوحدات باستقطاب الناس وتشجيعهم على العودة من خلال تأمين بعض المساعدات الإغاثية لهم، فيما عملت جاهدة على إعادة الحياة إلى مدينة عين عرب كوباني المدمرة بأشهر القتال الماضية مع تنظيم الدولة وضربات طيران التحالف عليها. فقد وزعت منظمة روج آفا للإغاثة والتنمية بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية ما يقارب 2000 سلة غذائية لمن بقي من العائلات في تل أبيض. وتحدث رئيس المنظمة هنبر حسن قائلاً: جاء توزيع المساعدات الغذائية على أهالي تل أبيض في وقت تسلطت فيه الأضواء على المدينة الخارجة من حكم تنظيم الدولة إلى حكم الوحدات الكردية، وكإثبات على نية الوحدات مساعدة سكان المدينة وتشجيعهم على العودة لمدينتهم. فيما تابعت منظمة روج آفا بالتعاون مع منظمة كوباني للإغاثة والتنمية نشاطها الإغاثي من خلال توزيع أكثر من 5000 سلة غذائية في عين عرب وقراها، مقدمة من منظمة الأغذية العالمية في محاولة منهم الوقوف إلى جانب سكان تلك المنطقة المنكوبة. نحن كمنظمة روج آفا وبدعم من برنامج الغذاء العالمي التي قدمت لنا 5000 سلة غذائية، أتينا بها إلى كوباني بالتنسيق مع منظمة الإغاثة والتنمية في كوباني، ونشكر برنامج الغذاء العالمي لأنها قامت بدعم هذا العمل وتقدم للمحتاجين المساعدات، ونشكر جميع المنظمات التي قامت بهذا العمل. رغم كل ما تقوم به الوحدات الكردية في تل أبيض وعين عرب المجاورتين لتركيا من إظهار حسن النية بنشاط منظماتهم الإغاثية، إلا أن توثيقات الناشطين الخارجة من تلك المناطق تظهر العكس، فعمليات التهجير والاعتقال التعسفي وحرق البيوت والمحاصيل الزراعية للسكان العرب هناك لا يزال مستمرا على حد قولهم.